معكم محمد قيدة، الابن ديال صاحب مشروع تاع تربية الأحياء المائية. أول حاجة كتشرب لي زويتر، كنديرو فيها لي الفاج تاع لي زويتر و ميمطو كنبيعوه في الريستورون. و لي زويتر كيمشي بعدة طرق، ماشي غير هكاك فخيش، كيمشي فخيش، كيمشي غريي، كيمشي غراتيني، كيمشي سوطي في الطاجين، عنده بزاف ديال الطرق. وعندنا معاه حوايج أخرين لي بحال الحوت، بحال لي فخوي دماغ، لي مول، لي كوطو، عندنا لي كالامار، سيبيا، البول، بلونغوست، هادشي كامل كن نستعملوه هنا. بالنسبه لي زويتر كنشرو لي نيسان، الوليدات الصغار تاع لي زويتر من فرنسا، من واحد الشركه سميتها فرونس نيسان. كنشرو داك لي نيسان كيكون الحجم تاعهم تقريبا قد حبه ديال العدس. كنجيو كيجيو في المطار، كناخذو من المطار، كيكون طريزيتير تما، كيكون طبيب، كلشي هو هذا. كنجيبهم للبارك ديال لي زويتر ديالنا، كنديرهم في لي ساك اللي كيكونوا عينيهم صغار، لي واخا داك لي مول داك لي زويت خلي صغيره قد حبه عدس ما تقدرش تخرج من ديك لي ساك. وكنحطوهم في فوق لي طابل ديال الحديد عندنا في ليلفاج، وكتبقى 15 يوم شهر كتبقى تمشي تفيريفي وتقلب تقلب لي زويت ديالك. حتى دابا ولينا العام وشهرين عاد باش كتولي لي زويت راه صالحه للاكل. بالنسبه لهاد المنطقه كتشهر بالطاجين ميكست، كاين واحد طواجين ميكس اللي فيه لي فخوي دماغ كاملين، كيكون صوطي بالربيع والزيت العود والثومه ودروه الجمال، فيه الكبار، فيه بزاف ديال الحوايج اللي مهمه للانسان في الذات ديالو. مرحبا باي واحد، حنا كنتواجدوا في مدينه الداخله، وراه الحمد لله الداخله راه غاديه ملونسيا كتشهر بالسياحه ديالها، وحنا مرحبا بكم عندنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.